بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم فصل الصيف، استمع زائد أتحدث. بسم الله نبدأ. النتاجات، الأهداف المراد تحقيقها. يتوقع من الطالب أن لحصة استمع يستمع إلى الدرس استماعا جيدا بإصغاء، يجيب عن أسئلة استمع إجابات سليمة، يقدر روعة خلق الله تعالى وقدرته. السلام عليكم طلابي الأعزاء، اشتقت لكم جميعا. بسم الله نبدأ. التمهيد، من يذكر لي الفصول الأربعة التي قمنا بتعلمها في الصف الأول؟ فصل الصيف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف. بماذا يتميز كل فصل منهم؟ فصل الشتاء يتميز بهطول الأمطار، أما فصل الخريف في تساقط أوراق الشجر، أما فصل الربيع في تفتح الأزهار، أما فصل الصيف في نضج الثمار. درسنا اليوم فصل الصيف. أكلف الطالب بالبحث عن بطاقات البريد اللتان تحتويان على عنوان الدرس مع مراعاة الزمن. يمكن اللعب معه ساخن بارد. بعد إيجاد الطالب للبريد والوصول للعنوان الدرس، قم بتعزيزه بعبارات لفظية تصف أدائه. فصل الصيف، تهيئة الطالب لعملية الاستماع والتوضيح له أن نص الاستماع هو نفسه درس القراءة، وسيتم مناقشته بعدة أسئلة لقياس مدى الفهم والاستيعاب والذاكرة القوية لتحفيزهم للتميز. مع مراعاة الفروق الفردية وتشجيع الطالب على المشاركة، أطلب من الطلاب إغلاق الكتب أو وضعه في داخل الدرج. فصل الصيف، ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الساطعة ونسماته الحارة، فيه تخلو السماء من السحب وتصفو بزرقتها كالبحر، وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير. ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية فيما ينفعنا، ونلتقي أهلنا ومعارفنا، وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات، لأنه فصل الخير والعطاء، فيه نجمع الثمر ويطيب لنا السهر في ضوء القمر. مناقشة نص الاستماع، ما مظاهر فصل الصيف؟ فصل الصيف من مظاهره الشمس الساطعة ونسماته الحارة وخلو السماء من السحب. كيف نستفيد من العطلة المدرسية؟ نستفيد من العطلة المدرسية في زيارة العائلة والأقارب والمعارف، الذهاب في رحلات في أرجاء الأردن، وأيضا ممارسة الهوايات والاهتمامات. ما هو فصل الخير والعطاء؟ فصل الخير والعطاء هو فصل الصيف. لعبة صوب لي، تقرأ المعلمة الدرس وتقوم باستبدال بعض الكلمات بكلمات أخرى مرادفة لاختبار مدى فهم الطالب للأحداث والتعرف على المعنى المقارب أو ضد الكلمة. يستمتع الطالب بكشف خطأ المعلمة، يشعر بالتعزيز والإنجاز، والاستماع يكون أكثر انتباها. فصل الصيف، ها قد أقبل علينا الشتاء بشمسه الساطعة ونسماته الباردة، فيه تخلو السماء من الغيوم وتصفو بزرقتها كالبحر، وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالبرد والخوف والطعام القليل. ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية فيما ينفعنا، ونلتقي أهلنا ومعارفنا، وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات، لأنه فصل الخير والعطاء، فيه نجمع الثمر ويطيب لنا السهر في ضوء القمر. النتاجات المراد تحقيقها لدرس أتحدث، ويتحدث عن صور أتحدث بعبارات معبرة سليمة، يربط الجملة بالصورة المعبرة عنها، يقدر أهمية التأمل والتفكير للوصول للإجابة السليمة. ذكر مظهر من مظاهر الفصل وتكليف الطلبة بذكر الفصل. مثلا، فصل تهطل به الأمطار بغزارة هو فصل الشتاء، فصل تتساقط فيه
أوراق الشجر. ما هو هذا الفصل؟ الخريف، فصل تتفتح فيه الأزهار، هذا هو فصل الربيع، فصل تكون فيه الشمس ساطع هو فصل الصيف. الإجراءات: تكليف الطالب التأمل بصور أتحدث مدة دقيقتان، التوضيح للطالب أنه سيتم مناقشة ما شاهده في الصورة، أطلب من الطلاب إغلاق الكتب. الصورة الأولى: ماذا شاهدت في الصورة الأولى؟ لقد شاهدت في الصورة الأولى، لقد شاهدت في الصورة الأولى سرب من الحمام، ولقد شاهدت الأزهار والأشجار والشمس والمناطق الخضراء. أوصف ما تراه بدقة. أرى السماء ساطع، أرى الشمس ساطعة، وأرى أيضا تخلو السماء من السحب، وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير. ماذا شاهدت في الصورة الثانية؟ لقد شاهدت في الصورة الثانية ولدان يقومان بالتقاط الثمار عن الأشجار. ماذا شاهدت في الصورة؟ لقد شاهدت عائلة تقوم بالجلوس والسهر تحت ضوء القمر. ما الاختلاف بين الصورة الثانية والثالثة؟ الاختلاف أن الصورة الثانية في النهار والصورة الثالثة في الليل. ماذا تفعل العائلة؟ العائلة تقوم بالسهر تحت ضوء القمر. ربط الجملة والحدث مع الصورة المعبرة عنه. الصورة الأولى: ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الساطعة ونسماته الحارة، تخلو السماء من السحب وتصفو بزرقتها كالبحر، وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية فيما ينفعنا، لأن الولدان يقوما بمساعدة أسرتهم على جمع الثمار من الأشجار، وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات، لأنه فصل الخير والعطاء. ما هو فصل الخير والعطاء؟ هو فصل الصيف، وفيه نجمع الثمرة. الصورة الثالثة تعبر: ويطيب لنا السهر في ضوء القمر. ملاحظة: لربط الحدث أو الجملة بالصورة، أقوم بتصوير درس اقرأه وقص العبارات المراد ربطها أو مماثلتها مع الصورة، عبر لصقها في درس أتحدث، أو الاكتفاء بالتعبير اللفظي. مناقشة نص الاستماع لدرس فصل الصيف مع عدم الاكتفاء بأسئلة الكتاب وتعزيز الطالب على الإجابة والمشاركة ومراعاة مناسبة التعزيز مع الأداء. مناقشة نص الاستماع مع الطالب: عن ماذا يتحدث نص الاستماع؟ يتحدث نص الاستماع عن فصل الصيف. من يذكر لي عنوان نص الاستماع؟ عنوان نص الاستماع فصل الصيف. من يذكر لي عنوانا آخرا مناسبا وجميل لنص الاستماع؟ فصل الخير والعطاء. من يذكر لي آخر وأول كلمة قمت بقراءتها في نص الاستماع؟ أول كلمة فصل، وهي بداية عنوان الدرس، وآخر كلمة القمر. إكمال مناقشة الطلبة من نص الاستماع: ما مظاهر فصل الصيف؟ مظاهر فصل الصيف: الشمس الساطعة والنسمات الحارة وخلو السماء من السحب وصفاء السماء وتحليق